برج الحمل. مهنياً تكون اليوم أمام فرص جيدة في مجال عملك، وما عليك إلا أن تمد يدك وتأخذها كي يتحسن وضعك المهني. عاطفياً تكون اليوم مصمماً على تحسين أوضاعك العاطفية وعلى دراسة مشاعرك وتحليلها بشكل ذكي كي تتجنب أي مشاعر سلبية مع الطرف الآخر، ولتثبت لنفسك وللآخرين بأنك قادر على أن تكون سعيداً. برج الثور. مهنياً يوم جيد فيه أمل وتفاؤل واحتمال قوي لتجد نفسك في عمل كنت تطمح إليه منذ زمن. عاطفياً ربما تعيش تناقضات عاطفية هذا اليوم، ابحث عن الخطأ والصواب في علاقتك مع الحبيب أو الشريك حتى تبتعد عن السلبيات وتطور الإيجابيات وتجعلها ناجحة. برج الجوزاء. مهنياً الظروف أصبحت مساعدة لك اليوم، ولكن الأشخاص الذين حولك أو شركائك يحاولون إضعاف خططك، لذلك حافظ على تصميمك وكن الأقوى. عاطفياً تعيش الحب الحقيقي والمتبادل مع الحبيب أو الشريك، وتنجح في إنهاء الروتين بحياتك من خلال قدرتك على الحركة والتغيير وإيجاد وسائل التجديد. برج السرطان. مهنياً تحسن ملحوظ في أمورك المادية اليوم، وتكون شديد الحرص على المستوى الذي وصل إليه مشروعك ووضعك المادي. عاطفياً تقف اليوم مع الحبيب أو الشريك بقوة وإصرار أمام التحديات التي تعترض حبكما وسعادتكما وتنتصرا عليها. برج الأسد. مهنياً يحصل اليوم بعض التشويش في مجال عملك، وتتمكن من تقديم وجهة نظرك ومن تصفية الشوائب التي ألصقها أحدهم بك. لا خوف عليك، فالجميع يثقون بك. عاطفياً ربما يتهمك الطرف الآخر بأنك سبب في حزنه، فهو تعود دائماً على حنانك وعطفك. المهم أن تلتفت أيضاً لنفسك ولمشاعرك ولا تتراجع أو تضعف. وبنفس الوقت إذا كنت قد أخطأت فليس عيباً أن تعتذر وتعترف بخطئك. برج العذراء. مهنياً تكون اليوم فخوراً بنتائج هامة أنجزتها، وبنفس الوقت تكون كثير القلق لأنك تريد أن تحافظ على نفس مستوى النجاح دائماً. عاطفياً تتمتع مع الحبيب أو الشريك اليوم بلحظات سعيدة يسودها الحب والشكر لله لما أعطاكما من نجاح على كافة المستويات. برج الميزان. مهنياً تنتابك اليوم فكرة غريبة بعض الشيء، ولكنها ناجحة، وإذا نفذتها قد تفتح أمامك آفاقاً جديدة فيها الخير. عاطفياً قد يطرأ تغير جذري وإيجابي في حياتك العاطفية، وتعيش أجواء من الحب الصادق والملتزم مع الطرف الآخر، مما ينعكس على نظرتك للحب والحياة. برج العقرب. مهنياً تجد اليوم أن هناك من أعطاك وعداً وخذلك به، ولكن هذا ليس سبباً لتغضب على كل الناس. عاطفياً تمر بتجربة عاطفية تستفيد منها الكثير من الخبرة في وضع حد لبرودة أحاسيس وعدم مبالاة الطرف الآخر. برج القوس. مهنياً تنجز اليوم مهامك المهنية بشكل جيد، ولكن ينتابك شعور داخلي بعدم الراحة لأنك تجد نفسك مظلوماً في عملك. عاطفياً أنت دائم العطاء وبدون حدود، ولكن هذا اليوم تكتشف أن الطرف الآخر تعود على ذلك وأصبح أنانياً ولم يقدم أي شيء أمام تضحياتك. برج الجدي. مهنياً كلما تقدم الزمن كلما ازدهر عملك أكثر، وهذا اليوم تجد أمامك مفاجأة سارة لم تكن تتوقعها. عاطفياً تفتح اليوم أبواب الحب والسعادة بقوة، وتضع حداً لكل الأزمات العاطفية البسيطة التي مررت بها سابقاً، وتقرر مع الطرف الآخر ألا تعيق الخلافات حبكما وسعادتكما. برج الدلو. مهنياً
قد تضطر أو تفكر في البحث عن عمل جديد، ويلزمك أن تطلب مساعدة بعض الأشخاص، فلا تخجل من ذلك. عاطفياً، تحصل بعض المشاحنات مع الطرف الآخر التي تؤثر في أعماقك، ولكن هذا أمر طبيعي، ويجب عليك أن تتقبل الأمور بدون أن توجه اللوم لأحد، وأن تثبت للطرف الآخر أن روحك رياضية ولست ضعيفاً. برج الحوت. مهنياً، ربما تكون اليوم متخوفاً بشأن تجديد عقد هام وله دور كبير في تحسين وضعك المادي. اطمئن، فالخير أمامك. عاطفياً، تتخذ اليوم قراراً هاماً وقاسياً وصعباً في مسألة عاطفية دون اعتبار لأحاسيسك ومشاعرك، مما ينعكس بشكل إيجابي على علاقتك مع الطرف الآخر مستقبلاً.